مزيلات العرق او حقات الريحه العرق سموها اللي تسمونها، وش الانواع المسرطنه طبيا؟ جسم الانسان يتخلص من السموم في 4 مناطق بالجسم غير العرق العادي اللي يطلع من صدرك وظهرك، موضوع ثاني هذا. المواقع هذه خلف الاذن، خلف الركبه، بين الافخاذ، وتحت الابط، يخرج السموم اللي بالجسم، واغلبيه السموم تخرج من تحت الابط، هذه الاغلبيه العظمى. الديودرنتس هذه حقات العرق 90% منها تغلق المسامات وتخلي جسمك يحتفظ بالسموم، والسموم تنحبس في العقد الليمفاوية في الأبط، والنساء يصيب لهم والعياذ بالله سرطان. الرجال أقل لأن عندهم شعر، تكرمون من البداية للنهاية، عندهم شعر فالدواء اللي تحطه يمسك بالشعر ما يلزق على الجلد زي النساء. وش المواد الرئيسية اللي تحبس العرق ما تخليه يطلع؟ ملح الألومنيوم وكلورايد الألومنيوم. كلورايد الألومنيوم يسمى محليا شنادر، عندنا بحائل يسمونه شنادر، بودرة بيضة، وهي نفسها المادة هالبيضة يعطونها للصقارين، معروف شغلة للصقور وهذا شنادر. طبعا الآن غير الملح الألومنيوم وكلورايد الألومنيوم بعد طلعت مواد أخرى يعجنونها مع بعض وهذا، وتؤدي نفس الشيء لتسكير المسام، خطر. أنا الآن في أحد البقالات الكبيرة معروفة، وعندهم قسم كبير حق هالمواد. للأسف أني لم أجد إلى الآن مزيل عرق لا يحتوي على هالمواد المسرطنة، كلها تحتوي عليه. بعلمكم وش اللي يكون مكتوب على هالمواد هذه اللي فيها حجب العرق، اللي تحجب العرق، بوريكم الحين. هذولي مثال من مليون مثال، وبوريكم أنواع كثير. ما أنا ما أسوي دعاية مضادة لهذا، لا، لكن الجميع مكتوب أنتي برسبرانت. أنتي بالإنجليزي برسبرانت التنفس، يمنع زي ما تقول تنفس أو خروج، هذا هو المضر، وموجود في كل الماركات. علشان أكون عادل، أنتي برسبرانت، أنتي برسبرانت كلها تمنع. شوف هذا أنتي برسبرانت، أنتي برسبرانت كلها مضادة كل أنواع. ابحثوا عن اللي مكتوب فقط ديودرانت، إذا في أنتي برسبرانت هجوا، ديودرانت فقط هذا معناته عطر فقط، هذا ممتاز. شوف هذا أنتي برسبرانت، أنتي برسبرانت كله أنتي، وكل الماركات. أنا ما أقول ماركة، شوفوا قانونيا أنا لا أتحدث عن ماركة معينة أقول هذه لا تأخذونها، أنا أقول عن المحتوى، يجوز بكل شركات. أنا اللي قدامي أنا لا أتحدث عن الشركة، المحتوى أنتي برسبرانت روحوا، إذا حطت شركة ديودرانت فقط ما مكتوب أنتي برسبرانت خذوا، بس وين نلقاه؟ للأسف ما يوجد إلا في بعض من الصيدليات، أنا والله من البحرين أجيبه، في صيدلية البحرين عند مدخل مدري كم في السيتي سنتر، وقيمته 3 أضعاف اللي ما فيه المادة هذه، وأعرف أنه فيها سر، معناته فيها سر، عندهم رخيصة، شنادر رخيص فيعطي نتيجة الناس يستأنسون يقول ما في عرق، خلى العرق يطلع، بس حطوا شيء يروح الريحة اللي هو ديودرانت فقط. أصلا بالعقل كاتبين عليه أنتي برس يمنع التعرق، الله سبحانه ليش خلانا نتعرق؟ هم يمنعونه ليه؟ السموم تبي تطلع من جسمك، انت تحط مادة تخلي هالسموم تقعد بجسمك، ما يبي لها تفكير. بحثت ووجدت هذا ديودرانت نيفيا مان، ما سوي لهم، والله قعدت بحث حتى اشوف بشركات اخرى، ولقيت هذا جوفان 10 ريال يعني بعد ممتاز، فقط ديودرانت سبراي ممتاز ممتاز، فيه رجالي ونساء. أتمنى أني أفدت، والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أنتم وكل من تحبون. السلام عليكم، عبد الرحمن العجيمي، السعودية.